بوجبه اللاعب البرازيلي إيدر ميليتاو بالنادي الملكي قادما من النادي البرتغالي. الشاب البرازيلي وقع عقدا سيبقيه في العاصمة الإسبانية مدريد حتى العام 2025. لم يتأخر زين الدين زيدان في إفشاء أسرار عهدته الثانية مع ريال مدريد، عهدة يبدو أن الساحر الفرنسي كان قد وافق على استلامها بشروط، شروط فرضها على كبير النادي الملكي حتى يستطيع إخراج قلعة الميرينجي من ظلام الخيبات الأخيرة إلى نور الإنجازات المعتادة. ضخ دماء جديدة تعيد البريق الذي افتقده النادي المدريدي، أولوية المدرب الجديد القديم وأهم شروطه، والبداية كتب سطرها الأول بعقد سيسكن البرازيلي إيدر ميليتاو 6 سنوات قلعة الميرينجي. المدافع الدولي الشاب بات إذن صفقة الانتداب الأولى في ريال مدريد زين الدين زيدان. من بورتو البرتغالي سينتقل صاحب 21 عاما بدءا من الموسم المقبل بحسب ما أعلن الفريقان رسميا. صحيح أن التفاصيل المالية للصفقة غابت عن بيان ريال مدريد، لكنها حضرت في إعلان النادي البرتغالي، وقيمة الصفقة بلغت 50 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه الحالي بورتو. تلقى الشاب العشريني تكوينا برازيليا خالصا في ساو باولو قبل أن يثير اهتمام بطل الدوري البرتغالي إف سي بورتو، الذي لم يتردد في التعاقد معه العام الماضي لمدة 5 سنوات، سنوات لن يكملها إيدر في البرتغال. فدخول ريال مدريد على الخط يصعب مقاومته من كبار اللعبة قبل صغارها. نعم، فإغراء الدفاع عن قلعة الملوك لا يقاوم، خاصة وإن كان قائد الفيلق محاربا من رتبة زيدان.